فيهاش غير الليله دي. حموده ودي حموده. نعم يا خالد. بقول لك ايه، هات البرنس وتعالوا انتوا واصحابكم دول ننزل خالتكم فيصل من فوق. يلا اطلع اطلع. بسم الله ما شاء الله تقدر. يلا استنى استنى حموده، فوتني الاول. خالتي مين؟ هيكون مين يا خالتي؟ يا اختي ام العروسه يا اختي. يا سلام عليك يا صفيه، يعني هي الاوضه يا اختي ما كانتش تنفع قرايه الفاتحه؟ يا لهوي اللي هنعيده ونزيده بقى. هو تحكيم راي وخلاص يا صفيه. هو تحكيم راي. هنقرا الفاتحه في بيت العروسه، يعني في بيت العروسه. قومي بقى يلا حموده، يلا برنس خش يلا. اول حاجه يلا يا اختي. على مهلك جاتك نصيبك. على مهلك، انت عملت حاجه يا ولد. اوعى اوعى كده انت وهو. اوعى دي الفراخ مالها يا اختي؟ ما مالهاش، عايزه تلم عدمها. لا تكون شايف عرسه ولا حاجه. لا مفيش عرس يا اختي، مفيش، اطمني. ده فراخ بتاكل العرس نفسها. خدوا بالكوا بقى، قال يعني الفاتحه ما تتقريش الا في بيت العروس. على عيال يا حاج بقى وعايزين يفرحوا. امال يا اختي الواد المنيل عبد الله راح فين؟ العريس راح يجيب الاستاذ تمام. يا واد اتعدل يا واد، هتوديني في داهيه. يا واد يا حموده اتعدل يا واد، بعد الشر عليكي من الداهيه. يا اختي اوزن ايدك يا واد. ايه؟ ما توزن يا حموده. يا ساتر يا رب، ده جاي من انهي مصيبه ده؟ ده ابن ام حموده اللي كانت جنبنا هنا. يا ساتر. روحي واد الناحيه الثانيه. اوعي كده انت يا حموده. اوعي ايه ده؟ يا بنت اوعي يا بنت انت وهي يا جماعه. يا عيال اوعي كده انت وهو. يا ساتر. على مهلك يا اختي. ايه ده؟ طب عزيزه يا حبيبتي. على مهلك. اقعد يا خالتي. اسم الله اسم الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انت شطتي لحماتك يا بنتك. ايه الشحطاطه دي؟ خلاص بقى يا حاجه وليله. خد يا خالتي. يا اختي خطوه عزيزه. الف هنا. يا لهوي يا صاحبي يا كتمي يا وليه، الراجل عيان ورايق ده الفضايح دي. ايه يا وليه؟ ما كناش نزغرط البت النهارده، هنزغرط لها ايه؟ بس تاكل وشها. يا حبيبتي قولي لي عملت ايه في الاوضه؟ اكلم لك صابر المنجد ايده تتلف في حرير. طبعا ما احنا هنكلمه يا حاجه. انا بس بقول يعني ان كده نستنى شويه على ما نتفق يعني على كل حاجه كده. واحنا كل ده لسه ما اتفقناش. بقول لكم ايه، احنا نهيص للبت شويه بقى. امال ايه؟ وطي صوتك يا وليه، الراجل لسه خارج من المستشفى. هنوطي صوتنا هنوطي صوتنا. وطي ايه بس، بلاش فضايح يا ساحتين. يعني يحيى ابوها وشنبو. يحيى ابوها وشنبو، ان ما حدش غلبو. والله البيت هينور النهارده، هينور. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ارموا شويه تراب على الميه دي لحسن حد يتزحلق. والله يا رامينا ومفيش فايده، الماسوره لازم تتصلح. تتصلح؟ عشم ابليس في الجنه، ماسوره ايه اللي تتصلح؟ هو في حاجه بتبوظ في البلد دي وتتصلح؟ يلا ربنا يصلح لنا الحال ونخرج منها على خير. على خير ان شاء الله، على خير. اتفضل يا استاذ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ازيك يا حاجة؟ أهلا وسهلا. زرنا النبي يا أستاذ تمام. عليه أفضل الصلاة والسلام. شرفتنا يا أستاذ تمام، أول مرة تخش بيتنا. أدينا دخلناه في الأفراح يا بنتي أهو، ربنا يديمها يا رب. أنتوا نزلتوا ستكم عبد الله ليه بس؟ قال إيه؟ صفية حكمت رأيها، قال الأوضة عندي ضيقة وما تسعش قراية الفتح. معلش يا حاجة، وجودك برضه مهم عشان تملى اليوم كله بركة. من النبي يا اخويا، دي قله عقل وشحططه. خلاص ربنا يكفينا شر قله العقل والشحططه. ها نتكل على الله ونقرا الفاتحه. وماله يا استاذ تمام، انا يعني بس بعد اذنك حابه كده ان احنا نعيد الكلام تاني قدامك وفي حضورك علشان تبصم انت بقى عليهم. لا استنى،
يلا يلا يا اختي انت وين؟ يلا نطلع بره يا جماعه عايزين يتكلموا كلمتين. راجعين تاني يا حاجه وهنزغرط ونهيص للصبح. على مهلك يا ولاد. يلا بينا. على مهلك يا اختي. استغفر الله العظيم يا رب. مش محتاجه راجع يا ام صباح، مش محتاجه راجع. انا يا استاذ تمام عليا اوضه النوم وهم عليهم كراكيب المطبخ. قال لك كراكيب من اولها اهو. يا اختي ما يقصدش ما يقصدش. ما نفس سعد يا ابني. خلاص يا استاذ تمام خلاص. ما تزعليش، حاجات المطبخ وشويه القطن والتنجيد عليهم. القطن اه، عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحده صغيره. والقطن يكون سكيرتو. اه مش اي قطن. سكيرتو يا ام سكيرتو ايه؟ سكيرتو ان شاء الله. ها آه. قلت ايه يا صفيه؟ موافقه يا استاذ تمام مش كده؟ حاضر يا اخويا. لا حول ولا قوه الا بالله. وبتعيطي ليه دلوقتي يا صفيه؟ كان نفسي ابوها هو اللي يقرا فتحتها. تعيشي وتفتكري. بس هو انا مش مكان المفهوم ولا ايه؟ يا خرابي، ده انت رجلك الحاره خربت. خلاص يلا باب البركه يا جماعه. نقرا فتحة عبد الله ابن فيسا على صباح بنت صفية. بس اعذروني انا يا استاذ تمام. الله ندعي لهم كمان ربنا يبارك لهم وييسر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هدخل معاك عشان اعرفك من الشمال وفي اليمين. هدخل معايا بلبسك الميري ده؟ عادي. بقولك يا يوسف، خلينا اشتغل بطريقتي. انت مستعجل على الشغل قوي كده ليه؟ بكره الباشا بتاعنا يهريك شغل. ولا يهمني. بيني وبينك انا اللي يهمني حاجه واحده بس، ان انا اجيب تقدير حلو قوي في الليسانس السنه دي. ربنا معاك ابو صلاح. بكره تاخد الحقوق وتعلق الدبوره وتنسانها يا عام. عيب يا جدع، ما شاء الله انت اول واحد تتعلق. سلام يا يوسف. خلي بالك على نفسك ابو صلاح. ها طب انجا وكده. ما تقلقش. امان امان. سلام سلام. صفاء فين يا أم؟ خضتني يا أخويا. صفاء فين يا أم؟ بيت عند خالتها. إيه مالك؟ وتخليها تبات عند خالتها ليه؟ وفي إيه أنا لما تبات عند خالتها؟ يا أخويا ما تخافش على أختك، أختك تشرف في أي حتة تروح. روح نام أنت بقى. أنام؟ هكلم خالتي الأول. وسيبيها تبات بره ليه؟ ما عندناش بيت. ألو. أيوة يا خالتي. أيوة يا صلاح. لا يا حبيبي نايمة. هو في حاجة؟ لا أبدا، كنت بطمن عليها. طيب يا صلاح تصبح على خير. وأنت من أهل بتقولي نامت نامت. ما هو مش معقولة يا خالتي 24 ساعة بيراقبني، بجد بقت حاجة تخنق. خايف عليك يا بنت. خايف عليا من ايه؟ هو انا عيلة صغيرة اتصل وعرف ان انا عندك، ايه لازمته بقى خلينا اكلمها؟ مش مصدق يعني ولا ايه؟ والله ما خدت بالي، ده يبقى واد قليل الادب لما اشوف. لو النبي يا خالتي ما تتكلميش معاه احسن، يعمل من الحبه قب. ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه. طب يلا نامي تصبحي على خير. انت من اهله. لو عوزتي تاكلي ما تتكسفيش، اندهي عليا انا صاحيه. حاضر. ايوه يا خالد. بقول لك ايه، انا مش هعرف اكلمك دلوقتي، خالتي صاحيه وصلاح رايح جاي يتصل، فلو لقى التليفون مشغول هيطين عيشتي. لو سهران شويه ممكن اكلمك. يا
تقعدي. انت يا راجل يا جوزي. صباح الخير. صباح ايه؟ ده الظهر. انت الظهر؟ الله، مفتاح الصيدلية في ايه؟ الله، مش انت قلت لي اديها لتامر عشان يفتح هو؟ يا ناحيه قلت لك 100 مره ما تديلوش المفاتيح يفتح اللكسخانه لوحده. يا راجل ما انا دخلت سالتك وقلت لي اديها له. اديها له ايه؟ وايه اللي انت عاملاه ده؟ عامل لنا فنجان قهوه ساده. على فكره يا عطيه، انت ما تطقش الصبح، واللي يشوفك بالليل ما يعرفش يشوفك الصبح. قصدك ايه يعني؟ ما قصديش، هقوم اعمل القهوه. يا ناهد 100 مره قلت لك انا مش عايز يروح يفتح لك زخانه ولا يخش الحاره دي من اصله. ليه يا اخويا؟ يكونش نخه ولا هيخطفوه هناك؟ ما تكبرش الموضوع واتصل بيه. صباح الخير. السلام عليكم. ثانيه، ما بيردش. السلام عليكم، صيدلية النور. ايوه يا سيدي. ايوه يا بابا. انا مش 100 مرة قلت لك ما تنزلش زفت الأجزخانة دي إلا وأنا معاك. يا بابا. يا أخي بابا إيه وزفت إيه بقى؟ أنتوا ما بتسمعوش الكلام ليه؟ ده إيه ده؟ بقول لك إيه؟ ما تديش مفاتيح لحد، اقفل وامشي. انا هنزل افتح معايا المفتاح الاحتياطي. يلا يا اخويا. الدقي الدقي زحمه قوي دلوقتي. امبارح ده رد عليه. ايوه. لا معلش، اصل انا كنت في الحمام. اوامرك. شغال. 5 دقايق بالظبط واكون عندك قدام القهوة. ماشي ماشي. يا مسهل. ايه وزفت ايه؟ قلت لك 100 مرة ما بشربهاش في فناجين، أنا بشرب القهوة في كوباية، إيه؟ في إيه يا عطية؟ نهار أسود عليا النهاردة، مالك؟ خلاص يا جميل حقك عليا؟ إيه يعني؟ نشربها في كوز، ما دام من إيديك الحلوة، خلاص. ما مش كده يا عطية، من الصبح يا أخويا زعيق، كان يوم أسود يوم ما نزل يفتح فيه الصيدلية. ما أنا يا حبيبتي مش عايز ينزل الحارة دي من أصله ولا يشتغل في الصيدلية، وقلت الكلام ده 100 مرة لما قلب اتنق. خلاص يا أخويا، أنت وابنك حرين في بعض، اشربوا بعض. اعمل حسابك الشغالة جاية بكرة. ودي هتاخد كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ وهتجيب لنا الأكل معاها ولا إيه؟ معقولة يا ناهد شغالة بألف جنيه علشان 3 أنفار في البيت؟ أيوه، قول بقى كده. قول إنك جايب خدامة ليك أنت وابنك. لا يا جميل، فهمتني غلط، ده انت ستنا ستنا وتاجر اصلا. ما هو كان كلامك قبل الجواز مش كده. قول بقى ان ما يهمكش ضوافري، ما يهمكش تدخل البيت تلاقيني غرقانه في ميه الغسيل، قول ما يهمكش ان انا يبقى شعري بايظ وما اروحش كوافير. قول. لا بقى ده كلام ضوافري؟ ده احنا خدامين ضوافري، ده احنا نمشي على ضوافرنا في سبيل ضوافري. بقى ده كلام، بس بقى على شرط ما ترجعيش بقى تزعلي وتقولي لا، اصل البنت الخدامه دي شغلها وحش، اصلها قليله الادب، بتقل ادبها عليا. لا ما تخافش، الولايه اللي جايبها بتقول عليها شاطره قوي. طبعا لازم تكون شاطره، امال قدرت تلهف مني 1000 جنيه في الشهر ازاي؟
ناولين ربع يا منى. ايوه يا باشا هو سبته يا باشا زي ساعتك ما امرت. حاضر يا باشا. الله يكرمك، اطلع بقى رجع العربية وادفع إيجارها. هيحصل يا ريس، السلام عليكم. السلام. الواد بلال يا راجل يابا. الله لما يمسك قرش ما يتعوجش علينا. ما تقومي يا ولية، أنت هتفضلي نايمة للعصر. ما انا قايمة من النجمة عشان افطر العيال، سيبنا انام شوية بقى. خليكي نايمة. خد يا منى. جيب لنا 2 كيلو كباب على كيلو كفتة وشوية سلطات وعيش من الفرن. ما تهدى بقى شوية يابا، مش معقول كل فلوسنا رايحة على بطننا. أنت مش شايف القرف اللي احنا عايشين فيه؟ يوه يا منى، أنت ما بتزهقش حوارات في المواضيع دي. ما تخلينا نقب على وش الدنيا. لسه اطلع البلكونة وبص على منظر عدل. أنت مش كل ما بتطلعي معايا وتشوفي الفلوس دماغك تنقلب. المرشدين كتير في الحارة يا منى، وأي فلوس هتبان من غير سبب هنتحط في الكشف. يا سلام، هو احنا يعني بس اللي بنبيع؟ ما نص الحارة بتبيع. اهدي شوية يا منى، اهدي يا بنتي. أي فلوس بعملها ما هي ليكي ولإخواتك. أنا خايفة عليك يا زيزو. ما تخافيش، روحي بقى أجيب الكباب، هموت من الجوع. ما تقومي يا وليه وخلي عندك حصوة ملح. خلاص خلاص هقوم، بس دي واحدة بس. دي ايه الولية الجبلة دي؟ يا اختي تقدري على قاعده في الجامع يا وليه؟ لازم تخلصي الدرس كله. طب وانا في الجنه؟ انت مالك انت؟ الله، وانت ما بتروحي طول النهار يوم الحد تلزقي في الكنيسه يا بنت؟ حد بيقول لك حاجه؟ يا اختي يا رب انا قدك وانت بتحجي في نفس اليوم. من بقك لباب السما. بس ستر البنت الاول. وليه عبد الله حجنني؟ ما تفهميش ليه مصمم على مرتبتين؟ لا اله الا الله يا اختي، ده احنا دخلنا على ربع مرتبه لا قلنا اه ولا اي. ما هي مش عايزه ابنها يتوجع. سعاديه، بس انطر القطن بقى غالي قوي. ربك هيسهلها يا رب. خايفه ما سطرش البنت. يا لهوي، ده انا تبقى وكستي مش على حد. انت مش هتقبضي الجمعيه الشهر ده؟ ده هي دي نجدتي، ربنا بس يشفيها عم منصور يا رب. بقول لك ايه، ما تيجي بكره الصبح نروح نشق عليه. وماله هنوبنا سواد؟ صابا هاخده لوحدي، انت مالك انت؟ يا اختي نصصي بلاش طمع، انت حبه ولا حبه. لذلك يصل الحجيج الى جبل عرفات، هناك تبدأ الشعائر الدينية كما أمرنا الله. سامع يا واد؟ حتى غروب الشمس. بيقول لك هنقف على عرفات لحد المغرب. النبي تنولها لي يا رب. يا رب الاقي فرد الشبشب السودا، كانت هنا راحت فين؟ عملت إيه يا واد في الصور بتوع البازابورت؟ الصور اللي معاك يا أبيض وأسود ما تنفعش، لازم تتصوري. ده ما تصورني يا أخويا. أصورك إزاي؟ أقرب من صورتي بعد 2 كيلو من هنا، أشيلك على كتفي وأجري ولا أعمل إيه؟ جيب لي المصورات يصورني هنا. إزاي بس يا أم؟ إزاي؟ يا واد انت مخنوق عليا كده ليه يا واد؟ كل ما اجيب لك صوره الحج
قولي لي اعمل ايه وانا اعمله واحط جزمه قديمه في بقي. انت ايه وقت هتدفع لي حاجه من جيبك في الحج ولا في الصور؟ اسم الله. ها فين الشبشب ايه؟ بس انت روح قول له الحاجه نفيسه النبي يا رب تسمعها مني. قول له قول له امي هتحج، قول له عايزاك تجي لها الاوضه تصورها واللي هو عاوزه ياخده. حاضر ياما. النهارده يا واد. حاضر ياما. في حاجه تاني؟ رد عليا كويس يا واد، مش كل ما اجيب لك سيره الحج لسانك يتعوج. الله. حاضر. وكلت الفراخ؟ وربنا اكلت الفراخ. طب غور غور من وشي يا واطي. حاضر حاضر. غور جاتك غارت غارت. بطل دوشة يالا، بطل دوشة. الو، بقول لك ايه؟ ابعت العربية. في زبون لغيته على 70,000 وشكله جاي. هيبقى هنا على 5:30. لو مش هتقدر تيجي ابعت لك حد ياخدها. ما تلغيش الفلوس قدام الزبون. يلا مع السلامة. ازيك سناء؟ نحمده يا اخوي. فوت على ابوكي؟ ايوه بس تعبان قوي والله يا سعيد. دعيله يا سناء ربنا يشفيه. ادينا بندعيله وبنقرا له قران ليل نهار. في حاجه سناء؟ ها؟ لا يا اخويا ما استغناش. بص يا سناء، انا فاتح المحل ده على عيني، الناس واكله وشي، ابويا رايد وانا فاتح المحل. بس اعمل ايه؟ انت عارفه بقى مصاريف الدواء والاكل والشرب على اللي داخل واللي خارج. مستوي يا اختي. انسى ال 20 جنيه بتاعت كل يوم. انسى انسى ازاي سعيد؟ واكل انا وعيالي منين؟ الله، وانت مش في عصمه راجل؟ قولي له يتحرك شويه بدل البلطجه اللي هو فيها. يوه، وايه اللي دخل جوزي دلوقتي بالموضوع؟ انا ليا في المحل ده زي ما انت ليك بالظبط. انت بتعلي عليا صوتك في الحاره يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. معلش هلمها يا سعيد عشان خاطر ابوك التعبان. بس اوعى دماغك تاخدك للي بتفكر فيه. ها؟ لا يا اخت، انا ما بفكرش في حاجه. ولا دخل العده وقف المحل. مش صاحبه عيان يتقفل بقى لغايه ما صاحبه يجي؟ يبقى هاتي له انتوا الدواء يا اخت بقى. ماشي يا سعيد، اقفله ان شاء الله حتى تولع فيه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. افتح على المحل. قوموا يا عيال يلا عشان تدفعهم يا فرح. في يا سناء مالك؟ راكبه 100 عفريت ليه؟ يا اخويا سيبني في اللي انا فيه بقى. ويلا يا عيال عشان تاكل. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمه، منك لله. امال ابويا لو مات كان عمل فينا ايه؟ ايه عمل فيك ايه اخوك تاني؟ عامل اسود ومنيل، قفل المحل ومش عايز يديني ال 20 جنيه اللي ابويا كان سايبها. لسه شفت منه حاجة؟ ده كان صاحبه وانا عارفه كويس. خلاص يبقى احنا لازم نقف ونوقفه عند حد. كل يا واد، ولا اقول لك ما تدفعوش. قوموا يلا غروا من وشي. قوم هتاكل ولا اعمل لك شاي؟ اعمل لي شاي. ماشي. وإذا كانت هذه الأشياء صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها جريمة في حد ذاتها، يجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال حتى لو لم تكن ملكا للمتهم. ملكا للمتهم. هي قويك يا حبيبي. أو النبي ادعي لي يما. إلهي ربنا يجعله من حدك ونصيبك، واشوفك ظابط قد الدنيا يا صلاح يا ابن بطني، وينجح اختك قادر يا كريم. ويهديها، ادعي ان ربنا يهديها. يو، ما اختك كويسه والحمد لله. انت بس اللي شغلك في الاسم مخليك شاكك في الدنيا كلها. وبعدين ما تنساش انها بنت جامعيه. ياما انت فاكره الجامعه دي ايه؟ ده شارع كبير فيه الحلو والوحش واولاد الحرام. وخلي بالك ما بوصي البت غير البت اللي زيها. اصحابها كلهم بيجوا لها لحد هنا، وعارفين انهم كويسين واولاد حلال. برضه خلي بالك. ربنا يستر. اعمل لك لقمه تاكلها؟ لا شكرا. بس بقول لك ايه؟ لو حبيت تجيبي بطيخ بعد كده قولي لي انا اجيب لك. بطيخه مسخه بس سكر من ايديك. روح يا شيخ. الهي ربنا يبارك لك ويخليك ليا قادر يا كريم. لو وصلت حاجه انا بره وبانده عليا. يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبه جنايه او جرم حق ان يحكم بمصادره الاشياء المربوطه في الجريمه التي استعملت او التي من شانها ان تستعمل فيها دون الاخلال بحقوق الغير. حسن النيه.
الحق سبحانه وتعالى يقول: وهكذا نجزي المحسنين. يعني البني آدم مننا لابد إنه يقوم الليل يسبح ويعبد، يعبد الله ويصلي، يعطيه الله ثمرة إحسانه، يعطيه الله إيه؟ ثمرة إحسانه، ويمده بالحكمة والعلم والصبر. أيوة الصبر. لازم الإنسان مننا يا أولاد يصبر على ما ابتلاه الله ويتقبل قضاء الله وقدره. يعني إيه؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الواحد مننا فقير، خلقه إيه يا شوقي؟ فقير. فقير لازم يستحمل ويصبر ويشتغل ويتعب ويجد ويجتهد في عمله. أم ربك سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول له: قبلت قدري وأحسنت عملك فخذ جزاءك. خذ إيه؟ جزاء. خذ جزاءك. عشان كده يا أولاد تلاقوا كل العظماء اللي في الدنيا، والعظمة لله وحده طبعا، أنا أقصد كل الناجحين الواصلين من النوع اللي صبر واستحمل وصبر على ما ابتلاه الله وعلى قضاء الله وقدره. ولا إيه يا أولاد الكلب؟ تنمتوا؟ طب قوموا ناموا، نامت عليكم حيطة. ايه انا بدي الدرس للهوا؟ لا يا اخويا كمل كمل، كلامك حلو قوي. كملي نوم انت يا زينب. كمل كمل. كلامي حلو؟ انت سمعت حاجه من كلامي؟ يلا يلا خدي بنتك وروح ناموا. يلا يلا بنت عيشه. معلش يا اخويا معلش، تعرف انا بصحى بدري عشان العيال. يلا يا عيشه يلا. يلا يا اختي الله يعينكم. كمل يا اخويا كلامك حلو كمل. الله يعينكم. تصبح على خير. انتوا من اهله الله يعينكم خالص. ما تقوم يا اخويا حصل امك واختك انت كمان. لا يا حاج انا قاعد معك شويه. بجد يا شوي؟ ولا شوي انت فهمت اللي انا قلته، ولا تحب اعيده لك مره تانية وافهمه لك بطريقه مختلفه؟ فهمت فهمت طبعا يا حاج. انت عارف يا شوي يا ابني انا نفسي في ايه؟ في ايه يا حاج؟ نفسي انك تشتغل اي حاجه اي حاجه. الراجل يا ولد اتخلق عشان يشتغل ويعمر الدنيا. ما على يدك يا حاج. اشتغل فين بس في البلد دي؟ اشتغل فين؟ ما هو ده الغلط. شوقي يا ابني اصحابك اللي هم سافروا بلاد بره عملوا لهم ايه في بلاد بره؟ استقبلوهم في المطار وشغلوهم على طول؟ لا يا حاج، يعني اكيد قعدوا يدوروا على شغل شهر ولا اتنين لغايه ما ربنا كرمهم واشتغلوا. يعني ساعوا ودوروا؟ سعوا فين؟ في بلاد بره. طب ما كانوا يسعوا في بلاد جوه احسن لهم، كانوا دوروا على شغل بلدهم وكان ربنا هيكرمهم ان شاء الله. انما انت انا عمري ما شفتك بتدور على شغل. هدور فين بس يا حاج؟ يا ابني البلد كبيره. سم بالله كده واقصد كريم ودور، وان شاء الله ربنا هيعطرك على شغل كويس. حاضر حاضر يا حاج، من بكره الصبح هنزل ادور على شغل. انت بتاخدني على قد عقلي يا واطي. من بكره الصبح؟ ما انت كل مرة بتقول لي من بكرة الصبح، ولا بتدور ولا بتنيل. بقول لك ايه؟ هو انت ما هتشتغل؟ هتكبش وتديني يعني؟ يلا روح روح، جيلي مهب بجد كل بلد، لم ياد السجاجيد ورجع الصلاة زي ما كان. يلا يلا. حاضر. استنى بس احط الحزام اهو. بالراحة. روح يا مرة عند اخواتك يا حبيبتي الاكل خلص. لما اخلص اللي في ايدي. بالراحة بالراحة يا بنت، هتقطعي شعري. ماشي يا زيزي. خلاص خليك انت بقى وانا اروح اهيهم. ما بلاش المشوار ده. انت يا واد يا سايق اطلع اول قبل. وده الشغل يا بنت، ضربة واحدة ونخلص. طب خد الواد بلال معاك. ما ينفعش. فين الشنطة؟ هي عايز ياكل ياكل، واللي مش عايز ان شاء الله معاه كلب. ايه ده؟ ما تخافيش، ده قوام تصوت بس او يخوف. هات الشنطة. سلامة الله يا اخويا، ربنا يستر طريقك. ربنا يوفقك يا رب.
ايوه حبيبي. لا اطمن، المراكب لسه واصله حاجه طازه كاستره. ايوه. ده كلام برضه يا رجاله؟ اول يوم اجي لكم الاسم تنزلوني ماموريه وش على طول كده؟ انت لسه شفت حاجه؟ الدايره صعبه ابو صلاح. لا 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 يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ اوف 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 اوف. حاضر. اهدى بقى يا صلاح كده، يجرى لك حاجة. ضعت يا يوسف، مستقبلي ضاع. يا عم لا ضعت ولا حاجة، هتعدي صدقني. ما كنتش عايز اموته، ما انت ابنك، انت كنت موجود يا يوسف، والله العظيم كنت عايز اموته. عارف، مصدقك. انا ضربت طلقة في الهواء وطلقة في الأرض، قعد يرد عليا. والله العظيم ما اعرف لو هو مسدس في شنك، والله العظيم ما كنت اعرف. عارف عارف، اهدى بس، اهدى. هيعملوا معايا ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، عدى على النيابة تقول أقوالك وهيفرج عنك، لأن دي مش أول مرة تحصل. أنا عايز أكلم البيت، عايز أكلم أمي. ما تكلمش حد دلوقتي لما تهدى. خد يا ابني تعال اشرب العصير. عصير إيه يا عم؟ أنا ماليش نفسي في حاجة خالص. يا عم اشرب عشان تسلب طولك وتعرف ترد قدام وكيل النيابة. فتحت؟ لا لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا استاذ تمام. ايه الاخبار؟ مفيش فايدة، دماغها ناشفة مش عايزة تفتح لحد. لا حول ولا قوة الا بالله، كلنا لها. ابوها برضه معلش. امها جوه يا بلال؟ ايوه يا استاذ تمام، امها جوه. طب ما تحاول معاها انت يا استاذ تمام، يمكن تفتح لك. هحاول. اتفضل حاول معاها والنبي. افتحي يا منى، افتحي يا بنتي، انا عمك تمام. يا بنتي عيب كده، ده انا اول مره اخبط على بابكم. افتحي، انا هتكلم معاكي خمس دقايق وامشي على طول، مش هطول. افتحي ما تخافيش، انا لوحدي. ايوه يا استاذ تمام. ايوه يا اخويا. صح. ايوه يا اخويا. قتلوا، قتلوا يا استاذ تمام. الحكومة قتلت جوزي. جميعا. اروح فين ولا اجي منين؟ اسكت ولا اتكلم؟ ولا اعمل محضر في الحكومة؟ قول له اعمل ايه؟ ما تتكلم. سكت ليه يا استاذ تمام؟ سكت ليه؟ سكت ليه؟ اقول لك تعمل ايه؟ وحد الله في قلبك. واحدة لنا من غيره. بنوحده يا اخويا قبل ما يموت وبعد ما مات. وفي كل اهدان. واحنا ورانا حاجة غير لا اله الا الله محمد رسول الله. البنت هتموت من ساعة ما سمعت الخبر جالها بالسكتة. معقولة؟ معقولة يا ولاد؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ اعمل ايه؟ مش كده يا منى، مش كده، حرام عليكي. اهدي انت بس وسيبي منى عليا. هاتلي حاجة اسكت، مش هتكلم اكتب خالص. اسمعيني كويس يا منى بنتي،
قال الله تعالى في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني يا بنتي لما حد فينا يمر بموقف صعب زي ده لازم يقول قدر الله وما شاء فعل وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عيطي يا منى عيطي يا بنتي، البكا فرج وتطهير للنفس. أنا عارف إن أبوكي ألف رحمة ونور عليه كان عزيز عليك قوي، بس مهما كان ما يعزش على اللي خلقه، ولا إيه يا منى يا بنتي؟ وهو دلوقتي بإذن الرحمن في مكانة عالية هيكون مثواه الجنة إن شاء الله. ادعي له يا منى، ادعي له. لبسته الحزام وسرحت له شعره قبل ما ينزل، شكله هيبقى حلو قوي وهو هيقابل ربنا. الحشيش حرام؟ طبعا حرام. طب والقتل؟ أشد من الكبائر. يبقى لينا حق لازم ناخده. هتاخديه من مين ولا مين يا بنتي؟ دي حكومة، حكومة. وبعدين احنا سمعنا ان اللي قتله ما كانش قاصد، يعني ضربه بالنار غلط، قتل خطأ. اللي يطلع طبنجة من جيبه بيصلحها مش عشان يزمر بيها، عشان يقتل. انت كده بتفكري غلط يا ماما. تصدق بقى ان انا اول مرة افكر صح. مش هنزل دمع من عيني الا لما اخد له حق. هيا صلاح، ممكن بقى توصف لي وبالظبط ايه اللي حصل يوم الحادثه؟ حضرتك انا كنت ضمن قوه الضبط واحضار لالقاء القبض على المجني عليه. فوجئنا بالعربيه البيجور المبلغ عنها حضرتك فندم بتقف قبل الكمين بحوالي 50 55 متر. العربيه لفت وجرت عكس الاتجاه. حد الضابط امرنا ان احنا نطرد السياره. ومحدش في القوه كلها عرف ان المسدس اللي معاه ده مسدس صوت. حضرتك يا فندم محدش كان يتوقع ان هو معاه مسدس صوت. يا فندم انا كنت في حاله دفاع شرعي عن نفسي. القانون بيقول ينشأ حق الدفاع الشرعي، بس تقارير المراقبة بتاعتنا بتقول انه كان تاجر صغير وما بيشيلش مسدس. ايوه يا فندم انا كنت ضمن القوة حضرتك ومش هستخدم المسدس غير بأمر حضرة الضابط. يفرج عنه بضمان وظيفته. فين الاغاني اللي هرينا بيها طول النهار؟ عمك منصور بيودع، ما اقدرش اعلي التسجيل تبقى عيبه. هو تعبان قوي كده؟ اخر ايامه، ادعي له بالتعديل. ليه بس كده؟ قول ربنا يشفيه. بيقول لك بيودع، لا اله الا الله. عمك رسول الله. اجيب لك البوكس. ايه كده يبقى خمسه. ماشي. مدح مدح مدح. تعال يا حمار. أول تعمل دي تقابلها وبعدين تعمل التاني. حاضر يا استاذ. هتقضي الجمعة كلها في الباب ده ولا إيه؟ لا يا استاذ على طول والله أخلصه يا استاذ. على طول هتخلصه إيه؟ خلصه يا استاذ. يلا. حاضر يا استاذ. من هناك؟ صباح الخير يا استاذ علي. صباح الفل يا أبو ليلى. الحاج عامل إيه؟ والله تعبان يا أبلة وتعبنا معاه. معلش يا اسطى، شد حيلك ربنا معاك. اه نعمل اللي علينا ان شاء الله ربنا يشفيك. يسمع من بوقك ربنا. طب قول يا أبلة ما تنزلش اشربي حاجه. تشكر يا اسطى. سلام عليكم. الف سلام. مصر غالي عليا يا امي، مش عايز الا اشكيلك يا امي. مصر غالي عليا يا امي، مش عايز الا اشكيلك يا امي. مصر غالي عليا يا امي، مش
عايزين نشكيلك همي. بص يا غالي عليا يا امي، مش عايزين نشكيلك همي. الحقي ده في مظاهرات في الكليه. واحنا من اقفلي باب المكتبه وما تدخليش حد. ايوه يا دكتور. انا قفلت باب المكتبه. في طلب عندي. حاضر يا دكتور. ولا ابو كريم نهار ابيض. عندك زحمه؟ اجي لك بعدين. زحمه مين يا عم؟ قوم يالا بقالك ساعه لازق في الكيبورد. روح يا ابو كريم، اقعد حبيبي. قشطه. معلش يا اخويا، رصاص لك يعني في حد كده بعت لي حاجه على الايميل ولازم اشوفها. عيش حبيبي، عيش براحتك. بقول لك يا جابر. ايه يا حبيبي؟ اخش على رسائل منين؟ يا ابو كريم انت نسيت ولا ايه؟ اهو كده انت دخلت على الرسائل. ليه بس كده؟ في حاجة يا كريم؟ ايميل جالي بالانجليزي ومش عارف اقراه. بسيطة يا عم، أول ما يجي عيل من العيال اللي بيعرفوا يقروا انجليزي يقراهولك. وأنا لسه هستنى العيل. أنا أروح جاري أجيب المدرس الإنجليزي بتاع الواد عادل أخويا، وهو هيخلص لي كل حاجة. سلام. سلام. جابر. معلش يا اخويا، اصل كنت عايزك في خدمه كده. عمر كريم، كنت عاوز حته جهاز صغير كده احطه عندي في البيت، كونهولي يعني، وشوف تكاليفه كام. لا يا عم بسيط، انت تفوت عليا بالليل اكون فنطت لك الحزمه كده واقول لك اعمل كام. اصلي سلام يا فريند. بقى لسه في طلبه بتعمل مظاهرات اهو. اي تفريغ للكابتن اللي جواهم. وهي المظاهرات تفريغ يا ليلى؟ دي حقوق إنسان ولازم نطالب بيها في أي وقت وبأي شكل. حقوق مين يا فاتن؟ احنا قعدنا 10 سنين في الجامعة نعمل مظاهرات، إيه اللي اتغير؟ إحنا اللي اتغيرنا من جوه. بقينا نعرف نلعب استيميشن كويس قوي ونشد سجاير جامد جدا. أهم حاجة بقينا بنشرب قهوة وسادة. صحيح يا ليلى، السؤال ده محيرني بقاله سنين. ليه أيام الجامعة كنا بنشرب قهوة وسادة؟ كنت شايفة نفسي مفكرة وفيلسوفة، ومش معقولة بقى بنت زي مفكرة وتشرب قهوة سكر زيادة. كنت مرغمة عليها. مرغم عليك يا صبح، مغصوب يا ليل. لا دخلتها برجلي ولا كان لي مين، وبكرة هخرج منها مش عايزين نشيل عجبي. ايه يا جماعة، احنا هنقلبها غم ولا ايه؟ احنا قاعدين نضحك الصبح. افتكرت ايام الجامعة، ايام حلوة ومحدش فاهم حاجة ولا حد دريان بالعمر اللي بيجي. صح يا في ايه يا خيال؟ ما تقول له الاستاذ طالع، شو الحاجات دي بسرعه بسرعه. امسك 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 استاذ طالع.
مش عارف بس ايه اللي خلص الصلاه بدري كده. نمشي ولا نعمل ايه؟ ياض استنى هات هات. شيلها هنا شيلها هنا. هنا؟ طب اعمل ايه انا؟ ولا اقول لك بلاش هنا هيشوفها. يا لهوي. طب وبعدين؟ خد خد. استر يا رب استر يا رب. اطلع على السطح يا رب اطلع بسرعه بسرعه. خش الشقه انزل وانا احصلك. خد خد دي معاك. هتخرج الساعه 7 من الكوافير. ماشي يا غالي. يلا يا اخويا كوافير او زفت ايه؟ يا لهوي. استر يا رب استر يا رب. سلم يا رب سلم يا رب. لما انت هنا ما نزلتش تصلي العشاء في الجامع ليه؟ انا كنت نازل يا حاج بس انتوا اللي خلصتوا الصلاه بدري. اه يا اخويا كان نازل يصلي. طب يلا يا اخويا اتفضل انزل صلي العشاء في الجامع. حاضر حاضر يا حاج. لا اله الا الله محمد رسول الله. بقولك ايه يا شوقي؟ أيوة. والنبي يا ابني هات لنا بدنيا ايش معاك وانت جاي. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امال العيشه فين؟ نزلت يا اخويا عند نعمه تتفرج على التمثيليه. نعجه طول فوز كنت الجوز يا ابو عده. انا يا وليدي انت مش قايل لك بدل المره 1000 مفيش نزول بعد العشاء؟ يا اخويا من قلت لها تروح تفك عن نفسها شويه، البيت ما بيشوفش الحاره. وهتشوف ايه في الحاره غير القرف والطين وقله الدين؟ يعني يا اخويا لا تلفزيون ولا بتروح كده ولا تيجي كده ولا حد يشوفها ولا تشوف حد كمان. ما اللي عايز يشوفها يجي لها، اهلا وسهلا، البيت مفتوح. يلا يا اختي يلا خش غيري هدومك وروح عند هلا. حاضر حاضر. طبعا مش عاجبك الكلام. لا يا اخويا عاجبني وانا في دي اعمله يعني. حاضر. عايزين تعيشوا في ميغه وسبهلله جت كل بلا. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. طب شاب ايه في مشاكل في التنفيذ؟ مضايقين عليا وقرفني قوي. عشان انت نضيفه بس. ما احنا في دخلناه ليه؟ هو تعبان ليه؟ انتوا زعلانين مع بعض؟ اخوك العبيط عاوز نخرج معاه. ده انت حتى ما بتكلميهوش في التليفون ولا معاكي موبايل. موبايل يسمع من بقك ربنا. بيت يا عائشه. ايوه ياما جايه اهو. مش عارف بيت يا عائشه. ما تيجي يا زينة. مساء الخير يا ام نعم. مساء النور يا زينة. ما تيجي يا ولية. معلش وقت تاني يا اختي. يلا يلا يا بيت يا عائشه. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بنت عيشة من هنا ورايح مفيش خروج من غير ما تقوليلي، فاهمة ولا لأ؟ أنا قلت لماما. كلامي واضح يا عيشة من غير ما تقوليلي، وأديني هقولها لك تاني أهو، مفيش خروج من باب الشقة من هنا ورايح، صاحبتك عايزة تشوفك تجيلك هنا أهلاً وسهلاً، كلامي مسموع؟ حاضر يا بابا. أحضر لك الخير يا أختي، يلا خش جوه. وانت يا ست هانم بلاش تسيب السايب في السايب كده هتبوظ العيال. يا اخويا ما انت تشد وانا ارخي. لا العيال تطق من جنابها. تطق ولا تتحرق بجايز؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت تشد وانا ارخي؟ ما سمعناش الكلام ده قبل كده. حاضر حاضر يا اخويا. هتضل لك لقمه؟ لا يا اختي مش عايز اطلع. ده انتوا تسدوا النفس جت كل بلد. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. قولي يا هم شويه تعبتي ولا ايه؟ فاشر يا اختي بس هو المشوار اللي هد الحيل. انت لو انت لقيت معاكي بس انت عرفتي مني قروبه. انت يا راجل ده عندك خضار عشان تبقي تسمعي كلامي بقى لما اقول لك على حاجه. سمعنا. يا لهوي بص الواد بيكنس القطن زي احنا في عرض ندفع. كان جنب سوق العيش قرص. ما تبقيش تقولي للبنت صفية على تمن الصين. لحسن تقفش يا ولية. شيلي عينك من على القط. يا قطن زي الفل يا الله. يسلمك يا حبيبتي. هنعمل ايه؟ قضى ربنا. ربنا يجاوبهولك بالسلامة يا رب. ايه الاخبار يا ست ساميه؟ اكل حاجه النهارده؟ ولا شرب مي. بالشفا ان شاء الله. الحمد لله. ايه يابا بقى؟ شد حيلك كده. طب يابا هروح انا للعيال وبعدين ابقى اجيلك لو عوزت حاجه ابقى اندهلي. ها بقول لك ايه يا سعيد؟ في حاجة بينك وبين سناء
لا يابا ابدا. المهم يابا انت عامل ايه؟ الحمد لله. بص يا سعيد، البيت والدكان ليك انت واختك سناء ومراتي سامية وابنها بما يرضي الله. ايه يابا اللي انت بتقوله ده؟ شد حيلك. بيوت ايه اللي انت بتتكلم عليها يابا؟ وفي حد هياخد حاجة معاه؟ اسمع الكلام، انا مش هكتب حاجة لحد، وكل حاجة تتوزع حسب شرع ربنا. ونعم بالله، طمن، كل حي هياخد حقه. بس انت ان شاء الله هتعيش يابا، هتعيش. ربنا يكرمك يا ابني. طب قول لي بقى، اجيب لك شاي شوربة ولا اجيب لك عصير؟ لا يا ابني، قوم روح الورشة وما تقفلهاش، هي اللي لماكم. ودي لأختك سناء العشرين جنيه بتوع كل يوم. بتاخدهم يابا على داير مليين وهي عندك، اسألها. ربنا يكرمك يا ابني. أستا سيد، عم سيد، عم سيد. ايوه ايوه يا ابني، سمعنا سمعنا. هيا تنزل. مالي صعب نادي؟ ايه ده؟ مال وشه محروق ده ليه؟ فرن هب مننا شويه كان هيحرق الدنيا. البق بتاع كل يوم. لا حول ولا قوه الا بالله. امسك الواد الحمار، لسع الشغل تاني اهو. ما توديش عنده تاني يابا، الافران كتير. وانت راجل قوي، هتشيل الشغل وتوديه الفرن. اخفى اخفى، هات الكرتونه. ارحمنا بقى يابا، عيشتك كلها بقى زيت. قول لي اقعد ارتاح يابا، وليك عليا من بكره هقعد. اسطوانه كل يوم بقى. انا قاعد بقول اسطوانات يا صايع، عرت خلق الله. مش عايزك تعمل لي اياته حاجه. يلا روح شوف لك سيجاره اصطبح بيها. منين يا حصره دي بقت مقشفره؟ وتفضل مقشفره طول ما انت ملطع كده على النواصي اصايع. هو في ايه يا سيد؟ هيكون في ايه؟ ابنك ابو لسان طويل ماله؟ مش عاجباه شغلانه البريك. معلش يا شايليني شايليني. خلينا نطلع على السوق، لا عيل نافع ولا بنت نافعه. وانا عملت ايه بس يابا؟ عملت ايه؟ الجلابيه وسخه من امبارح، عمال اقول لك اغسليها لي، اخرج بيها السوق كده مقرعها. يو والله نسيت، معلش يابا حقك عليا. انت بتبقى واخده تطوره ولا واخده تطوره؟ بتنسي يا اختي تغسلي هدومك؟ بقول لك نسيت يا امه، هو انا كفرت؟ طب يلا روحي يا اختي ولعي الوابور، عايزين نعمل الفرخه. يلا بسلامه يا اخويا، انت خلي بالك. يا فتاه حليمه رزاق كريم. السلام عليكم. سلام اخويا. دخلت ليه يا كريم؟ معلش يابا الكوبري كان زحمه. وايه اللي طلعك الكوبري؟ الله من الارض سالك. لا اله الا الله، كان في لجنه في شارع رمسيس شاده الشارع حبتين. كويس انك انت ركبت الكوبري. بقول لك ايه، تاكل يلا؟ لا يابا ربنا يخليك، سمعتك وكلت كشري. ما همش عليك تجيب واحد كشري لابوك، كان موسخ صحيح. لا اصيل. لا ماشي. طب مفيش واحد حلو؟ رز بلبن مهلبيه؟ لا مفيش. مش بقول لك وسخ؟ رد على الموبايل بتاعك. يلا ده تليفونك انت يابا. صحيح. عامل لك ايه؟ ما انت كل شويه تغير لي النغمه. لو اشتدي يا ابو سهل. الو. ايوه يا معلم. لا لا تحت امرك طبعا. حاضر. عناية عناية، نص ساعة هكون هناك يا عم. الأجرة وصلت خلاص يا عمنا. ماشي. سلام أخويا، ألف سلامة. ولا خد ده تستنى وديهم لوسطى جابر، بقول لك مصر هتلعب بكرة وهيبقى عنده زحمة. الله، ما نوديهم له بكرة. أما أنت حمار صحيح. يا دي وديهم له النهاردة عشان تقفش إيجار ليلتين، هتفهم إمتى بقى؟ حاضر يابا. وسخ صحيح. بقول لك ايه يا عم نبيل؟ ما تشوف لنا اي حاجه يا عم الحاج، الدنيا ناشفه قوي على اخر اليومين دول. ماشي حلاوه، بس انت فتح مخك وشغل دماغك اللي شبه الدبشه دي. ليه بس؟ يعني لما لغيك على نقل تراك ما براني ما تسيحليش ولا الحي كله عارف. يا جدع ما تاخذنيش، ما كنتش اعرف، كنت فاكرها عادي. على اساس ان هي عربيه ابوك ها؟ ايه ده يا ولا؟ ايه العود ده يالا؟ ده عود ايه؟ على البيت. يا سلام بقى لو شويه ميه تدلدقوا. يا مزاجي. ايه ده يالا؟ دي صباح يالا. سلمي عليك. سلمي عليك. سلمي عليك. حبيبتي
ايه يا بنت صباح؟ هي عبد الله في ايه؟ اللي عرف نفسك ده يا بنت؟ الميه مقطوعه بقالها ايام. مالكش تقولي على الميه، بعد كده لما تعوزي ميه بقولي لي انا اشيلها لك. هاتي. ما تقدريش تتهزي كده وانت ماشيه في الشارع. يلا قدامي. حلاوته. الله. مش امي زحية. انت عايزه ايه؟ وحشتني. يا بنت احنا مش اتفقنا كل واحد فينا يروح لحاله؟ زلني يا اخو، زلني عشان بحبك وكده اهو. يا بنت احنا ما ننفعش بعض. ليش معنى الوقت يعني؟ هتسألي نفسك يا تهاني. طب والله العظيم افضحك، روح اقول لابوك انك انت بوستني. تفتكر هيصدقك؟ طب بص ما تسيبنيش، مش لازم تسحبني. لو عاوزني اتحجب البس لك طرحه من بكره. طرحه ايه؟ والحجاب طرحه؟ امال عاوز ايه ده؟ امشي. مين؟ في ايه؟ مفيش ياما، ده كلب ايش؟ خشي نامي. ما تنامي انت كمان، كفاياك شاي. خيم ده انت؟ مالكيش دعوه. يوه اعرفينا انت كمان. السلام عليكم. ولا شوقي تعال هنا. ايوه حضرتك. ايه ايه اللي تعمله في شعرك يا عادي من الشعور يا مويس؟ ايه ولا الحاله دي ولا الحلاقه الحمار؟ اصل المرايه بتاعته كانت مكسوره. ايه يا حاج، وحشه ولا ايه؟ انت هتستهبل. خلاص يا حاج، لو مش عباك هلبس طاقيه دريه. طاقيه تخفيك يا بعيد. ايه انا النص اللي عاملها زي البنات دي؟ هي حصلت يا سافل. انزل للحلاق الحمار اللي عمل لك التسريحه دي، قول له ابويا الاستاذ تمام بيقول لك رجعني راجل تاني، فاهم ولا لا؟ هتقول له ايه؟ رجعني راجل. هتقول له ايه؟ رجعني راجل تاني. حاضر يا حاج. شايفه؟ في ايه يا اخويا؟ مالكم بتزعقوا ليه بس؟ مش شايفه ابنك؟ مش شايفه القصه اللي عاملها زي البنات؟ هم تلبس مستني يا ولا عشان ابقى خلفت بنتين، ابقى ما خلفتش راجل. بتضحك على ايه يا بنت الكلب؟ يلا هلا روح قول له رجعنا راجل. حاضر. يلا. حاضر. جاتك البنه. ايه بس يا اخويا، اهدى شويه، ما كل العيال كده، تلاقيها الموضه. موضه ايه وهباب ايه؟ قطعه الموضه وسنينها اللي تربينا عليه يا زينب طول عمرنا ان الراجل لازم يفضل راجل، شكلنا مضمون. عندك حق يا اخويا، بس اهدى شويه. اهدى ازاي بس؟ انا حاسس ان الواد ده بيفلت من ايدي. ليه بس؟ ما هو زي الفل اهو. طب ده حتى كمان بيصلي. بيصلي؟ بيصلي ايه كمان يا زينب؟ طول النهار والليل على القهوه وعلى النواصي. يا اخويا ما هو من ساعة ما خد الدبلوم وهو قاعد في البيت، هيروح فين؟ مستني التعيين. خليه يخلي جنبك بقى لما يجيله التعيين. ما انت بس يا اخويا لو تشوف له كده شغلانه مش يكون احسن؟ انا اللي اشوف له شغلانه وهو ما يهز سطوله ويدور على شغلانه لنفسه ليه؟ عيل. الحاجه الوحيده اللي انا عذره فيها ان البنات دي فعلا بقت مقفله، والدبلوم اللي خده ده الظاهر كده انه طلع ضحك على الدقون، لا منه مهنة ولا صنعة ولا حتى تعليم، هي فلوس بيلموها من الخلق وخلاص. يا ريتني كنت رميته في ورشة ولا علمته بجد. زينب قوم اعملي لي كوباية شاي ولا دماغي تلبت. حاضر يا اخوي، بس انت اهدى شوية. صليب هو مال الموت بالحوم حوالين الحاره كده؟ خش انت حمل كراسي علشان توديها لعمك سعيد. يا عباد الله وحيد الله. منصور ابو سعيد رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه، يا خرابي يا خرابي يا اختي. رئيس الجمعيه يا بنت جوازتها باظت، اعمل ايه؟ يا نهار اسود. قومي يا صفية، ندخل جوه المكتب. الاقيها منين ولا منين؟ يا اختي قومي يا اختي عشان ما تلميش عليك الناس.
هات حبايب. تفرش بك حاره ولا نص حاره؟ لا حاجه عدايه كده. طب يلزمك بفيه؟ عمنا بفيه من احزانهم، هو موت وخراب ديار. ماشي يا استاذ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دوام لله سعيد. شد حيلك كلنا له. شد سعيد. شد على الله يا استاذ. مش عايز اي حاجه، اي خدمه، اي مساعده. خيرك سابع يا استاذ سباب. هتدفن امتى ان شاء الله؟ مش هدفن، استنى ما يجوا امامي من البلد. وماله؟ مع ان اكرام الميت دفنه، احنا عندنا بكره بطوله، هيروح في ميعاده باذن الله، مالناش دخل كده. طب يا اسطى هشد انا؟ ماشي يا اخويا. انت قلت ايه يا ابني؟ هشد انا؟ ايه اللغه دي؟ احنا قاعدين في غرزه، ما تنقي ملفظك يا اخي. هتشدنا الدنيا اللي بقت كده يا استاذ. دنيا ايه اللي بقت كده؟ ده انتوا اللي خليتوها كده. لا حول ولا قوه الا بالله، كلام فاضي. وانت تشرب سيجاره، احترم القران يا اخي، ارمي السيجاره دي عيب. صح. ايه اللي بتعمليه ده يا سناء يا بنتي؟ حرام عليكي كده، حرام. بنته يا استاذ تمام، بنته. بس بس يا اسطى، وحد الله، قول يا رب كل الله الباقيه في حياتك. ابويا يا استاذ تمام، ابويا كده يا سعيد. وصل طولك، امال ما تفرجش الناس عليك. لا اله الا الله، قول لله يا اخويا، قول لله، وحد الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت بتعمل ايه يا فتحي انت كمان؟ اقعد اقعد. الله يرحمه. قلبه كان حاسس، قلبه كان حاسس انه هيموت. قال لي يا سامي انا حلمت اني لابس ابيض فاضي وماشي في خضره واسعه. اسكتي، ما تقوليش ده حاجه حلوه قوي. والنبي والنبي ده في منزلة عالية 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 في الجنة ونعمة يا حبيبي، في الجنة ونعمة يا اخويا، في الجنة ونعمة يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي، ما تسيبنيش يا حبيبي، ما تسيبنيش يا حبيبي، ما تسيبنيش يا حبيبي، ما تسيبنيش.